صباح الخير مشاهدينا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم الأربعاء 23 شباط 2022، تحية من القلب لكل يلي وعيوا الصبح وشكروا ربهم على نعمة الحياة. تحية للبناني يلي ما بيعرف يستسلم، يلي ما بيعرف ينهزم، وأكبر دليل هو الحركة الطبيعية يلي عم نرجع نشوفها بكل فرح وسرور على طرقاتنا وبكل مدارسنا وجامعاتنا. نحن اللبنانية عن جد بنرفض نستسلم. نحن اللبنانية أولاد الرجاء، أولاد التفاؤل، ولازم كل يوم، وبعتقد كلنا بنعمل هيك، كلنا بهيدا الوطن الحلو يلي هو لقلنا كلنا، منوع الصبح ومنشكر ربنا ومنقول له يا رب أنت قوينا حتى نقدر نضاين، حتى ما نضعف قدام كل الصعاب يلي عم نمرق فيها. ومن كان الله معه فمن عليه. كونوا أكيدين انه ربنا دايما معنا، وهيدا يلي مخلينا قادرين نكفي ونوقف على اجرينا. رح نسمع ونشوف اقوال البابا فرانسيس عن السعاده، السعاده يلي نحن قادرين بيننا وبين ذاتنا انه نعملها. والبابا فرانسيس عنده قواعد سبع للسعاده، للي هي بيقول: لا تكره احدا مهما أخطأ بحقك، لا تقلق أبدا، ودع الأمر لمن بيده الأمر، عش ببساطة مهما على شأنك، توقع خيرا مهما كثرت الأحزان، وثق برعاية رب المجد، أعطي كثيرا ولو حرمت، ابتسم ولو القلب يقطر دما، صلي في كل حين. شكرا للبابا فرانسيس على نصايحه يلي عن جد بتلمس الانسان بداخله وبتخليه يتصرف مثل ما ربنا بده. واذا فعلا قدرنا تبعنا هالنصايح نحن رح بنكون سعيدين، لانه رح بنكون متصالحين مع ربنا ومع ذاتنا. ونحن على بعد ايام من بدء الصوم الكبير عند الطوائف الغربيه، يا ريت مننقي نفوسنا وقلوبنا ومنصومهم عن الحقد والبغض والكره والنميمه وكل المظاهر البشعه يلي للاسف عم نشوفها عم نسمعها هالايام. الصوم لا يكون بالتوقف عن الطعام، وبيقول مارس السرياني: صوم اللسان اخير من صوم الفم، وصوم القلب أخير من الأسنان. فصوم مبارك من هلأ بدي لكم مشاهدينا، وإن شاء الله يا رب يكون بركة على الجميع. بنروح لحالة التأس. بحالة التأس لليوم بجولة حول العالم، للأسف بنشوف أنه هو موسم الأعاصير، هالأعاصير يلي أدت إلى كوارث كتيرة وحملت الخراب والدمار للموت إلى مناطق كثيرة، بدءا بالبرازيل يلي توفى فيها أكثر من 100 شخص، وبعد في عدد كبير من الأشخاص مفقودين تحت السيول والأتربة يلي طمرت البيوت. وهالسبب هو سبب تساقط متساقطات وصلت ل 113 ملي لتر بأقل من ساعة بمدينة بيتروبوليس بريو دو جانيرو. رح نشوف بالفيديو شو صار بالبرازيل. للأسف مشاهد مرعبة. الطبيعة السنة كتير مأزية كانت من كل الجهات. إلى أوروبا الشمالية الغربية يلي ضربها الإعصار أنيس، متنقلا من إنجلترا إلى اسكتلندا، بولندا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا وهولندا. ورح نشوف بالصور شو كان تأثير هالإعصار، هالهواء الجارف يلي دمر وخرب وأذى أشخاص وطبعا أرواح للأسف
إلى جانب الدمار بالممتلكات. ورح نروح لهولندا، هولندا يلي في مشهد من المرفأ تبع نوتردام يلي فاقت سرعة الرياح 180 كيلومتر بالساعة بهولندا وأدت إلى أضرار طبعا جسيمة أيضا، إلى سواحل مدغشقر والإعصار إمناتي. واليوم بنرفع صلاتنا لأهالي جزيرة مدغشقر يلي الإعصار يلي وصل للدرجة الرابعة مثل ما عم نشوف، شكل خطر كتير كبير، والسلطات طلبت من كل ال وحذرت السلطات كل الأشخاص من البقاء بمنازلهم وأخلوا مناطق كثيرة يلي هي بعين الإعصار لأنه خايفين من مد لأمواج المحيط الهندي. إلى أندونيسيا أيضا مسلسل متكرر، النتيجة وحدة، خوف وذعر ورعب عند كل الأشخاص. أنا دايما بقول بنشرتنا أنه نحن بلبنان عايشين بنعيم، إن شاء الله نضل عارفين قيمة هالنعمة يلي نحن عايشين فيها بلبنان. مثل ما شايفين مشاهدينا، شهر شباط كان رحوم كتير علينا، ولكن يبدو انه بنهايته رح نرجع نفتح باب لموسم شتي تاني، مع نهاية شهر شباط وبداية شهر اذار. وابتداء من الغد رح نكون تحت تأثير منخفض جوي بارد، رح تنخفض معه درجات الحرارة يلي اليوم هي مرتفعة نسبيا، وطقسنا اليوم غائم جزئيا مع سحب مرتفعة. وابتداء من الغد رح نرجع نشهد لرياح قوية خصوصا على السواحل وبالجبال الغربية اللي قد تصل سرعتها إلى 85 كيلومتر بالساعة، وطبعا مع سقوط ثلوج متراكمة على الجبال على ارتفاع 1400 متر. اليوم ارتفعت مثل ما قلنا درجات الحرارة، وقد نشهد بعض الغبار بالجو. درجة الحرارة على الساحل اليوم 22 درجة نهارا و15 ليلا، أما بالبقاع فهي 20 درجة نهارا 6 ليلا. على الجبال ارتفاع 1200 متر 17 درجة بالنهار و6 ليلا، أما على الجبال فوق ال 2000 متر هي 11 نهارا و2 درجتين ليلا. طقسنا رائع اليوم جدا، ومنتذكر مقولة انه شباط مهما شبط ولبط ريحة الصيف فيه، واليوم نحن فعلا بيوم تقريبا صيفي. الرياح شرقية جنوبية سرعتها بين 25 والخمسين كيلومتر بالساعة. إلى خبر طبي. بخبرنا الطبي لليوم، مستشفى رهبات الوردية ببيروت أطلقت حملة مجانية لفحص النظر ومعاينة من أطباء العيون بقسم العيون لمن هم فوق الأربعين من العمر ولديهم مشاكل صحية. أنا بدي أطلب من كل المواطنين يلي فعلا لقوا أنه الأحوال تغيرت عليهم، ولكن في كتير كتير مستوصفات مستشفيات، كتير مبادرات من كتير أفراد، من كتير جمعيات، من كتير مستشفيات، كاريتاس، الصليب الأحمر، وزارة الشؤون، مراكز الرعاية الصحية، كلها جاهزة حتى تقدر تستقبل كل الأشخاص يلي بدهم يمكن أدوية مزمنة ما عم يقدروا يلاقوها، يلي بدهم معينة، بدهم صورة. عن جد لازم نبلش يمكن نغير شوي بنمط حياتنا يلي كنا معودين عليه، ونبدأ نتوجه على هالمراكز يلي هي موجودة لإلنا كرمال تساعد المواطنين ما يحسوا بعبء غلاء الدواء يلي كتير عم يأذي أشخاص مش قادرين بقى يشتروا الدواء هيدا إذا كان انوجد بهيدي المراكز. معقول تلاقوا يمكن مش الدواء بالاسم يلي انتم بتعرفوه، ولكن الجينيريك تبعوله موجود، والجينيريك يعني نفس التركيبه. وما تخافوا انه تنقلوا على الجينيريك، كل دول العالم تقريبا ما بتستعمل البراند بل بتستعمل الجينيريك، ونحن
مكرهين يمكن، ولكن مثل ما بيقولوا يمكن يعني رب ضارة نافعة. لازم نبلش نتعود على نمط جديد بالتعامل، إن كان مع الأدوية وإن كان مع الاستشفاء. نقيب الصيادلة من يومين أعلن أنه فينا نستعمل الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة والمخزنة بطريقة صحيحة وسلمية، لأنه بضل مفعولة هو ذاته. حتى ما تخافوا أنه تستعملون لمدة 6 أشهر بيضلوا صالحين. وطبعا تيطلع نقيب الصيادلة يقول هالموضوع، يعني هيدا موضوع طبي وعلمي أكيد ومؤكد. نحن بهمنا بالنهاية صحتنا، صحة أولادنا، صحة كبارنا، وما رح حدا يقدر يأذي الأشخاص. بقرار مثل هيدا بنكون عم نساعد حالنا ونساعد أشخاص كتيرة هن بحاجة لدواء موجود. مبروك للأطباء يلي أقر مجلس النواب مشروع قانون ضمان الصحي للأطباء من بعد التقاعد. هذا الموضوع يلي هو ضروري جدا وبديهي جدا، انه الطبيب يكون حاسس حاله انه هو بعيد عن العوز. ونحن بنشد على ايد كل الاطباء والطاقم الطبي كله والطاقم التمريضي يلي بقيوا بلبنان رغم كل المشاكل، رغم كل يلي عم يتعرضوا له من ضرب، من اذى، من اهانات، من شيء ابدا ما نحن منا معودين عليه بلبنان. الطبيب هو الملاك الرحوم، هو الشخص يلي بده يشفينا. فافضل انه ننتبه لهم ونكرمهم حتى يبقى عنا حدا بلبنان. نحن بنعرف هجرة كتير كبيرة صارت للأطباء، علينا انه نحافظ على اللي بقيوا حتى تضل نحن نقدر نلاقي طبيب اذا عزناه يطببنا. إلى متفرقات. أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار أنه بعد إقفال باب التسجيل على شبكة دعم للاستفادة من برنامجي أمان والبطاقة التحويلية منتصف ليل 31 كانون وتسجيل 582,825 أسرة بدأت مرحلة التقديم واختيار الأسر الأكثر حاجة. بالمرحلة الأولى تم استبعاد الاستمارات يلي لم تستوفي الشروط. كل الأشخاص يلي استماراتهم ما استوفت الشروط عندهم مجال بعد انه يرجعوا يعبوها ويجيبوا المستندات المطلوبة حتى يقدروا يرجعوا يستفيدوا من هالدعم ومن برنامج أمان. تم تحديد لحد اليوم 200,000 أسرة لبنانية مؤهلة للاستفادة من البرنامج. هالأسر اختيرت طبعا بين الاستمارات المكتملة وتوافق المعايير الأساسية يلي هي أنه يكون الدخل المعدوم أو المحدود لدى الأسرة، وجود فرد واحد على الأقل بالأسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن فوق 64 عاما، أفراد قاصرين، أو أسرة تعيلها امرأة بدخل معدوم أو محدود. واعتمدت أيضا معايير أخرى مثل وضع السكن، عدد الغرف الموجودة بالبيت، عدد السيارات الموجودة لدى الأسرة. وبالفعل بدأت الزيارات المنزلية من قبل برنامج الأغذية العالمي يوم الخميس 17 شباط، وعم بيزور يوميا حوالي 500 مساح عددا من الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج للتأكد من المعلومات وإدراجها بالاستمارة خلال عملية التسجيل. هالأسر رح تستفيد من برنامج أمان لمدة عام واحد على أن يبدأ الدفع خلال شهر أدار المقبل. نذكر انه هيدا البرنامج ممول من قبل من قرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار. يعطي ألف عافية وزير الشؤون الاجتماعية، وإن شاء الله يا رب يقدر يوسع أكثر شوي حتى من 200,000. للأسف لأنه نحن بظرف صرنا عم نشوف انه مستوى تدني مستوى المعيشة عند الأفراد صار كبير تقريبا. بمتفرقات أيضا رح منروح لفيديو
أمس ب 22/2/2022، هالتاريخ المميز جدا يلي صار فيه نسبة ولادات كتير كبيرة، نسبة زواج كتير كبير، لأنه طبعا هيدا يوم ما رح يتكرر أبدا. افتتح الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، متحف المستقبل يلي هو أجمل مبنى على وجه الأرض مثل ما قالوا بالفيديو. وبعد شوي رح نشوف ونتعرف على تفاصيل هالمتحف يلي اختارته الناشونال جيوغرافي ضمن أجمل 14 متحف على مستوى العالم، وهو هدية الإمارات للعالم بعام 2022. رح نشوف سوا بالفيديو. صنف كواحد من أجمل 14 متحف في العالم، راح يتم افتتاحه ب 22/2/2022. إنه يا سادة متحف المستقبل في دبي. هو المبنى الأكثر إبداعاً في العالم، يمتد على مساحة 30,000 متر، بيتألف من 7 طوابق، ارتفاعه 77 متر وبدون أي أعمدة، بيتألف من 1024 قطعة لواجهة المبنى مصنوعة بواسطة روبوتات. هو أيقونة هندسية عالمية وبتتحدث اللغة العربية. هو بناء بيضاوي بلا أعمدة مصنوع من الفولاذ والزجاج، بيجلس بشموخ بشارع الشيخ زايد في دبي. رح يشكل متحف المستقبل مع أبراج الإمارات والمركز المالي العالمي والمركز التجاري المنطقة الأكثر ابتكاراً وإبداعاً في صناعة المستقبل. بيتغذى المتحف ب 4000 ميجا واط من الكهرباء بيتم إنتاجها عبر الطاقة الشمسية، وحديقة المتحف بتضم أكثر من 80 نوع وفصيلة من النباتات، لهيك تم تصنيفه من المباني الخضراء في العالم. صمم المتحف المهندس جون كيلا، والمتحف يعتبر أول مشروع منفرد له، واستوحى بناء المتحف من رؤية دبي المستقبلية. التل الأخضر بيمثل صلابة الأرض وتجذرها بالمكان والزمان والتاريخ، أما المبنى العلوي بيجسد الإنسان بقوته وحرفيته وقدرته على الانسجام مع محيطه. الملفت بالبناء هو شبابيك المتحف المصنوع من الزجاج ومكتوب باللغة العربية، ولكن تعرفوا شو مضمون الكلمات؟ هي 3 اقتباسات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتزين واجهة المتحف. لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئا يستمر لمئات السنين. المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه. المستقبل لا ينتظر، المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم. سر تجدد الحياة وتطور. مبروك لدبي، وإن شاء الله عقبال عنا نحن كمان عنا قدرات وقادرين نوصل لأعلى الاختراعات وأعلى التقنيات. إن الله راد بنطلع من هالأزمة وبنرجع بنكمل حياتنا بكل فخر وبكل عطاء من شبابنا اللي مؤهلين جدا ليوصلوا لأحسن المراتب. بريك مشاهدينا وبنبدأ مع ضيوفنا. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه.